السلام عليكم الإخوان أصدقاء، تحياتي لكم ومرحبا بكم في هذا التحليل ديال الكانتيد يوم الأحد في الكلير فونتين دوفيل. الخيول ديال كاترون فيها لي هونغر وفيها لي مال وفيها لي فيميل. الكاتيجوري غتكون كلاس 2 هونديكاب ديفيزي 16 عود غازون كور دو دروا بروميير ايبروف بروميير ايبروف. بالنسبة لإخوان الكانتي ديال اليوم، جابوا الخانيو، جابوا الكاتورز، جابوا ديس ان اكزيكو تروازيام بلاس، واخر عود هو الرقم 7 والنف سيزيام. ما كانش عندي اليوم، تنتمنى غدا يكون عندي. هذا ما كان الاخوان الكاتورز، هربت منه على ود التوقف شهر واحد ما جراش. هو عارف ان عود صحيح الماني في كودولو غني عن التعريف، العود معروف بزاف، هربت منه على ود لا رونتري. الرقم واحد كذلك هربت منه على النيميرو اللي غيمشي عليها، كذلك لوديس. هذا هو الوجوه. ما جابوش حاجه اللي هي غريبه، يعني جابوا تقريبا الصحافه جميع عندها، الصحافه كامله عندها اللعب، ما جابوش شي حاجه. ان شاء الله يكون خير. بالنسبة للبرونوستيك اللي كانوا عاطين دي اللي حطيتها في الدير ديال مينيت، 7 و5 و9 و14 و1 و11 و4 و10، يعني لاريفي كانت هنايا. انا مشيت لي زوت سايدر، مشيت للكنز والدوز، والدو والطروة. دوماج الكنز ما وصلش، كان يخلص، كون طلع الكنز واخا ما كانش عندنا، المهم داك الكنز كون جا كان غادي يخلص. كذلك كان واحد المشكل في الريزو عند سوريك، يعني غالبا الناس ما قطعوش في ديك الوقيته ديال الكورتا قبل ما تجري، ما كانش تقطع، يعني في المغرب كامل قليل اللي قطع. يعني على كل حال الاخوان غادي نحاولوا نشوفوا الرابور، الرابور ما شفتوش شحال دار كازا كورس. نشوفو نمشيو عند كازا كورس، نشوفو الرابور شنو دار، ونمشيو للتحليل ديالنا الاخوان. الرابور ديال الكانتي كان جات فيها سيدي 5 5 14 1 10. الرابور ما طاحش، باقي ما طاحش لحد الان، باقي ما طاحش، يعني حتى اللي يجي ملي باقي ما طاحش. على كل حال الاخوان، نرجعوا للكانتي ديال اليوم الغد. كانتي فيه 7 و1 و9 هما لي فافوري ديال لاكورس. إيل تاماغو فافوري، بونت ميغابو فافوري الواحد، وتسعود بابي تروفي حتى هو فافوري. بالنسبه للنف، الى جا النف راه غيجيب معاه الكنز، تيمشي هو وياه. الى ما جاش النف، اعتقد لا نف لا كنز، هذا كاعتقاد وصافي. المهم الاخوان، غادي نخليو لي فافوري هما هادو، وغادي نمشيو للاوتسايدر، غادي نديطايهم واحد بواحد، لان غالبا ما كيجيبوهمش هنايا غالبا، يعني 1 7 9 10 15 16 12 4 دي شوفو لي هما مزيانين، مي هنا ربما تكون مباغته. غنمشيو عند اول عود هو رقم 3. رقم 3 هاد العود يمشي ليه توماس تريلي، عود ريغيلي، وقيل ربما عنده ان كانتي، عود ريكلامي اوتسايدر، عنده ان كانتي في الكانسورمير. هاد العود تيدير الريكلامي 5 في التيران، تيبقى بعيد. هذا عود بلو هوريزون. هاد العود ديال ساشاس ميوزيك فابريز فيرون، عنده كان عنده التوقف، عنده 3 د الكانتيات مازال ما بلاصاش. عود الماني عنده 3 ديال لي تيغان دون لي 4 برومي، عنده 2 غانيو دوزيام وحده كاتريام في الكونديسيون، لا ديستانس طويله. دوزيام في 2900، الدوزيام في 2900 كان جا دوزيام بلاس مع بلو اريستو، عود اعتقد عود ديال الكانتي، عود هاد العود ديال الكانتي ديال فابريس شابيت ربما، ديال الجراند بري ديال لي سيت، كان دار معاه دوزيام بلاس.
عاود مزيان، هاد العود راه مزيان. دونك هو عاد تقاتل مويه في لاريفي، عاود مشى للكرون بري، يعني مشى للجروب ان، ناخدو السيس في لي توكار، ناخدو السيس في لي توكار. غادي نمشيو عند الاونز، هنا فين غادي نديطاييو لي توكار، شكون اللي يقدر يطلع. هاد العود ديال جيرو راكب عليه جيرو ميكابر، صوفي باكو هي الانترينور ديال هاد العود، عندو تا هو زيرو كانتي. عاود جاي داير لينييرز دانيو شونتيلي كاتريام في الفانتويت، ستراسبورغ كاتريام، عاود تيدير الهونديكاب و تيدير الكونديسيون، غادي يمشي اوتسايدر. الخيول هي اللي كدير لا سوربريز. ستراسبورغ نفسها نفس التيران ديال المتشابه، 58 كيلو غرام فافوري ديال لا كورس. عاود كان جاري مع البراف شاينا، عاود ديال كانتي بالميغو، توا عاود ديال كانتي كالكوتا كوب، شوت داون عاود ماشي سهل هاد الشوت داون، يدير سيزيام مشى 3.2 كعاود جراند فافوري. ليدبيرغ كذلك عاود وقيلا ضرب الكانتي ديالو، هاد العاود هاد العاود ضرب الكانتي ديالو، اعتقد لا اونزيام عندو كانتي اونزيام. دونك هاد الأونز توا راه غيدخل في لي توكار، في ميلا ديال الكاترون 58 كيلو توا يدخل في لي توكار. غادي نمشيو عند الرقم 8، الرقم 8 عاود زي داير جوج ديال لا فيكتوارات في الهونديكاب، بيناليزي تبقى عاود بعيد، عاود بعيد. بالنسبة للرقم 2 كينغ اوف ليون، كينغ اوف ليون ماريان فالك واتسماير، عاود حتى هو عنده زيرو كانتي، الماني ديال البدايات ديالو فرنسا ومشى لالمانيا ورجع لفرنسا. عاود غادي نديطاييو، جاري في الجروب 3 وفي الجروب 2 في الالمان، يعني 155 و100 جروب بلاسيدو جروب ال اي 3 ا 3 زون، يعني في جروب 2 في جروب 3 في الالمان، ايتي ابسون 9 موا، كان غاب واحد 9 شهور ورجع. كذلك هاد العود الرقم 2 كيدخل في الاوتسايدر، كيدخل في الاوتسايدر. ديانا رقم 14 هاد العود ديال ايدي هاردوي، عاود عنده 32 كورسة، 7 ديال دون لي 3 بنومي، مشى في لافالور ديال 31 ربحها، تيربح في واحد في لافالور ديال 31 اقل، يعني فوق 33 تلقى صعوبة. دونك 14 اعتقد اوت. الخمسة جي ام بيغويني، ويتيام زيرو غانيو زيرو، عاود ربما هاد العاود جاري في 70 نو بلاسي مع السبعة، عندو دو كانتي دو نو بلاسي، غيمشي عليه ستيفان باسكي، جاي رابح الهونديكاب في سان كلود في الفانتويت، اعتقد في الدوزيام بروف هو يطلع للسبعين هو يخسر، ربما مشى قريب على السبعة في الكوط، مشى ب53 كيلو ب29، السبعة كان مشى ب52 ب32، كانت تقريبا طاب في الكوط وكانوا غاليين، والرقم سبعة ضرب دوزيام. ولكن الرقم 5 كمشات لي مادموزيل فيرون، عاود ناخدوه، اعتقد هاد العود اول خطره غادي يمشي عليه ستيفان باسكي. دونك الاوتسايدرات اللي اختينا، 13 كويك فلاش، عاود ديال بودوان ديال الهي، ربما غيوجدوا الهي هاد العود وغيرجعوا، عنده جوج فيكتوارات في البلا وعنده دوزيام في البلا، اول خطره يدخل كانتي، عاود ديال الهي الهونديكاب ضعيف، تيبان لي انا ربما الهونديكاب ديالو ضعيفه. دونك الاخوان شنو قلنا؟ قلنا السيس والاونز والدو والسانك، ربعه ديال الاوتسايدرات. غادي نمشيو لعند لي فافوري، لي فافوري كاين الواحد اعتقد مايور اونترينور هاد العود، هاد ديدي جيلمين جيرار اوغوستين نورماند، صراحه عود
جوج ديال الكانتيات، وحده غالي وحده دوزيام، عنده التوقف شهر خمسة، جا ضرب لاكان، كانت رونطري وجا ضرب لاكان في بوردو، عاود لما كيخرج جرا في ليستيد خسر. اعتقد الان هو الميور في لي فافوري، حسن من السبعة وحسن من تسعود، هذا فقط كاعتقاد. الى جا البابي تروفي رقم تسعود اكيد غيجر مع الكنز، لان لا لين ديالو كلهم خسروا صراحه. لا لين ديالو من اللي جاو اعتقد راه كلهم خسروا. هادو كانوا مشاو ب 60 كيلو، تخيلوا الكنز باب الكنز كان مشى ب 58.5 ودابا عاطينو 53.5، يعني الكاتيجوري كانت ضعيفه في ريفيرونس ديال 25. غدا ما غاداش ريفيرونس ديال 25، كانوا جراو مع الخيول الكبيره ودابا غيرجعوا يجريو مع الكاترو. تنظن الكاترو غيكونوا صح من الخيول اللي عندها 10 سنين و 9 سنين. تنظن هاد لالين هادي ربما انا في الاعتقاد ديالي سامرا جا خسر، هذا كومبير ميغي تا هو جا خسر، ماكس لافريبويل تا هو جا خسر، يور روك تا هو خسر. اعتقد لناف لكنز فقط، هذا كاعتقاد الاخوان. واللي عجبكم هاد الخيل حيت ضروري نقص باش نزيد، هادو هذا هو الاعتقاد ديالي وهذا هو التحليل. يعني الا ما نقصتش غيبقاو عندي غير هادو. انا اعتقد الاه هو الفافوري لوجيك، وناف كانت تقدر تخسر. بالنسبه للرقم 12 كارلوس يارلارنر حتى هو يقدر يخسر، عاود اللي تبيناليزا جوج ديال الكورسات، يعني من لا فالور ديال من لا فالور 28 عطاو 31 هو يضربها، ودابا حاليا شحال عنده؟ عنده ال 35، ربما ال 35 اول خطره غادي يمشي بها. مشى في لوما ومشى في الشونتيلي دوزيام بروف، اعتقد مشى في دوزيام بروف شهر 6 19، ربما الطريق ديال السبعة، ربما الطريق ديال الرقم سبعة 6 شهر 19 لا 6 شهر 25. هذه بالنسبة للإخوان، غادي نحيد، ما غاديش نقتل الخوت، ما غاديش نقتل، وإنما الاختيارات. اللي عنده تسعود راه غيلعب مع الكنز ضروري. انا غادي ناخذ الواحد من تما، وغادي ناخذ العشرة، ناخذ 16، وناخذ الربعة، ربعة ديال الخيل، يعني ان 10 16 14. كوب دافيغ عود ماشي ساهل، هاد العود مرة كيفاجئ. دوزيام ديالو كنا تخلصنا بيه في الكانتي في الشونتيلي، اظن لوميتر هو اللي كان مشي عليه، اظن لوميتر ب 56 ب 39 مصدر، وكان خسر معاه في الفلو كمشى فافوري. هذا التريز، هذا الكنز، هذا كان الكنز. كانتي كنا ما ديناش كامل صراحة، كنا فقط دينا لي بونيس 3 ولي بونيس 4، هذه قديمة الكورسة هذه 2021. مهم الإخوان، هذا كيدل على أن الكورسة غيكونوا ربعة ديال لي فافوري، وكاينين ربعة ديال لي زوتسايدر، ميمكنش نلعب غير هنايا. تيبقى داك السبعة راه عاود هو ديال كارمن بوسكي، راه عاود في المستوى. إذا كان غيجي السبعة راه خصو يجيب معاه الخمسة، راه خصو يجيب معاه الرقم خمسة. بالنسبة لهاد العود نانسي ديالو غانيو، غادي نتبعوه من آخر كورسة ديالو في الكانتي، كان ضرب بسبعة فاصلة ثلاثة، وكان مشى معاه بابي تروفي، بابي تروفي بستة وخمسين. تنظن هاد الخيول يا إما غيجيو بجوج يا إما يخسروا بجوج ويطلع غير الواحد بوحدو. هادو هما لي فافوري ديال لاكورس، هادو هما لي فافوري ديال لاكورس. بالنسبة للكورسة اللي مشاو هنايا، كان دوزيام مشى مع الخمسة، هنا كذلك مشى هنايا في ليون كان بستة وخمسين، هنايا كنا دينا فيها فقط، كانت عندنا النمرة عشرة اللي بقى عاقل ديال تريز على ما أظن، تريز سات ديس بيكال على ما أظن كان الرقم واحد، وتيوغيم كان الرقم على تسعود، يعني جات فيها تريز سات ديس أن نف، وكنا ديناها هذه تريز سات
10 اللي بقى عاقل على هذه الكانتياده في ليون بوريلي، كنت شاد هاد العشره هو الاوتسايدر ديال لاكورس. المهم خوتي على العموم انا عز عليا الاوتسايدرات، هي شحال غادا ديال الريفيرونس؟ الريفيرونس غادا تكون غادا زائد 20 زائد 20، وبالنسبه للسعود راه كيمشي في الريفيرونس ديال 25. دونك كاين الفرق الاخوان، كاين الفرق. الا ماتت الاخوان انا فقط لي فافوري، الا كان غيجي واحد فيهم هنايا اعتقد له ان، وكاين الا جا واحد تما، الا كانوا غاديين جوج راه غتجي واحد سبعة، الا كانوا غاديين يجيو جوج غادي تجي واحد سبعة. غادي نشوفوا الباريتير ونديروا شي لايف في المساء، وهادشي اللي كاين الاخوان، يعني الواحد والعشرة والستاش والربعة. الاوتسايدر 6 11 2 5 5، لي شونجمون دو جوكي، شونجمون دو جوكي. بالنسبة للبيناليزاسيون راني كنهرب من البيناليزاسيون صراحة، كاينين فيها 12 4 كيلو، والويت 3.5 والكات 3 كيلو، والرقم 3 2.5، والأونز كيلو. يعني شنو خديت انا من تما؟ 4 أونز اللي هي اللي خديتها في البيناليزي. ديرنيير سوكسي سوغ لو باركورس 5 مليار، شونجمون دو لونترينور من كريستوف فيرلون عندي يوهان بينوفاي. بالنسبه للبروميير هانديكاب عند جوج، بالنسبه للكانتي ديال الباسي كانوا جات 8 6 19 1، تنظن ما خرجش من العشرة الاولين، يعني من واحد العشرة. هنايا كانت جات فيها 6 6 8 9 2 5، هادي الباسي هادي كورس ريفيرونس 7 2 او 7 2 والنف 3، هنا 12 غانيو والعشرة 12 والأونز 4، اتونسيون من هاد لالين، يعني لالين خصهم يرجعوا، هادو هما اللي خصهم يرجعوا صراحة. شكون اللي مشى فافوري؟ كان مشى فافوري رقم 10، رقم 10 هو اللي كان مشى ب 60 كيلو، والأونز كان مشى ب 59 كيلو، وكذا ربح، اعتقد هذا ربح، ربما خصو يخسر ويطلع شي عاود ما بين هادو يا الأونز يا التيس. هادشي اللي كاين الخوت، تحياتي لكم، خليت لكم الراحة ومع السلامة.